داخل ملعب التتش لكن من داخل النادي الاهلي. ومراسلنا وزميلنا طبعا محمد توفيق. طبعا التمرين الختامي بيبقى فيه جزء من السريه وبيبقى تمرين مغلق، فمحمد يمكن حضر جزء من التمرين يطمنا على فرقتنا وعلى استعداداتها طبعا لمواجهه مباراه اسوان بكره ان شاء الله. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، برحب بيك وبكل مشاهدي ومتابعي السلسله في كل مكان. زي ما ذكرت النادي الاهلي بشكل اكثر من رائع حالا دلوقتي يجري يعني التمرين الاخير استعدادا لمباراه اسوان المؤجله من الجوله ال 17 من الدوري المصري الممتاز. يمكن ماستر بيتسو موسيماني امبارح والنهارده قرر ان التدريب يكون مغلق، يمكن يعني ربع ساعه بس في الاول كده للاعلام الرسمي للنادي الاهلي، وبعد كده بيتم اغلاق التمرين بشكل عام سواء امام وسائل الاعلام او كمان الاعضاء المتواجدين داخل النادي الاهلي هنا بالجزيره. يمكن الفريق حصل على يوم واحد راحه بس بعد مباراه الانتاج الحربي الاخيره وقدر الفريق يفوز فيها بثلاث اهداف مقابل هدفين، ومن بعدها خد يوم واحد اجازه وكان في تمرين قوي امبارح التدريب الاساسي والنهارده التمرين الختامي. يمكن الجزء اللي تابعناه من التدريب كان تدريب يعني زي ما بنقول مركز بس على تدريبات الكره، وكان تدريب خفيف طبعا نظرا لضغط المباريات. ويعني يمكن النادي الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام مباراه، فمستر موسيماني فضل النهارده بس تمرينات بعض التمرينات بالكوره كده. يمكن جميع اللاعبين باستثناء وليد سليمان الغائب للاصابه بيشاركوا بشكل اكثر من رائع. حمدي فتحي يمكن شارك في التمرين امبارح والنهارده بيشارك بكل قوه في التمرين، ان شاء الله بنسبه كبيره يكون موجود في قائمه المباراه. يمكن ان شاء الله التمرين بنتكلم في نص ساعه بالظبط وهيكون منتهي، وبعدها يعني الجهاز الفني قائمه من 21 لاعب للمبيت باحد فنادق القاهره استعدادا لمباراه الغد امام اسوان في تمام الساعه 7 على استاد بطرسبورت. الاستعدادات اللاعبين الاجواء اكثر من رائعه تنبئ يعني ان شاء الله تنبئ ان احنا هنشوف مباراه كبيره وتبقى خطوه من 9 خطوات متبقيه على اللقب السادس على التوالي لبطوله الدوري العام وال43 في النادي الاهلي. معاك لو في استفسار زميل احمد. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق لفرقتنا بكره زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي. بشكرك.